وهم بربهم أي والحال أنهم يعدلون بربهم، وهم بربهم يعدلون. وكلمة عدلة ينظر إلى ما تعلق بها، عدلة ينظر إلى ما تعلق بها. إذا جاء بعدها عن أو في أو الباء، عدل في كذا أي أقصطه من العدل الذي أمر الله به، عدل عن كذا غير رأيه، يريد أن يذهب إلى المكان ثم عدل عنه أي غير رأيه، عدل بكذا أي ساواه بينهما. إذن عدل به ساواه، عدل به غيره أي ساوى غيره به، عدل في كلامه أي قال العدل، قال الصح، قال القسط، عدل عن كذا أي غير رأيه. إذن كيف نفهم معنى عدل؟ بسياق الكلام، بسياق الكلام تعرف معناه. هنا قال هم بربهم يعدلون أي يساوون به غيره من آلهتهم التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، عدلوا بربهم أي ساووا الله مع غيره والعياذ بالله. وإذا حذر الله نبيه من أن يقبل كلامهم. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.